مراد أدوية المعدة حطها فوق. يعطيك العافية. هم نصوح يا أهلين. أهلين فيك. تفضل استريح. ساوي لك كاستين شاي يا ابني. يلا. عيني دكتور. كنت ماري قلت أشوفك شوي. سهلا. إن شاء الله زبطت أمورك. ايه ضل كم شغلة بسيطة وبخلص أموري. ايه كأنه صيدليتك قريبة كتير على بيت نيرمين. ليش نيرمين بيتها هون؟ ما كنت عرفان. شايف على هالصدفة؟ عن جد صدفة غريبة. يعني لو كنت شاب كنا قلنا انك لساتك راكد وراها. بس القصة صار لها عمر واكيد انت نسيتها. صار لها 18 سنة. ايه هيك حظكن. تجوزت هي وبهجت، بس المسكينة ما أنا مبسوطة معه. في مشاكل بيناتهم؟ الشغلة أكبر من هيك. بهجت اجته نوبة قلبية من فترة. مرقت لعندهم الصبح لأطمن عليه. المسكينة كتير مقهورة. يا حرام، هالبنت من يوم يومها حظها قليل. ايه طبعا بدها تزعل. قد ما كان بضل جوزها. لا لا، القصة مو هيك. الحكي بيناتنا. لك ابني بهجة طلع عم يخونه وكان عم يقضي وقت مع وحدة تانية يوميتها، وفجأة اجته النوبة.